نرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج شوكة وسكين. شوكتنا وسكينتنا اليوم رح تكون من مدينة طول كرم، تحديدا هبة من مطعم تنورين. نينا، مطعم تنورين بتميز بشهر رمضان الكريم بالعديد من الأطباق، رح نتعرف على بعضها واللي الأكثر طلبا في شهر رمضان الكريم، واللي هي ستيك العجل المحشي، وكمان رح نتعرف على فخذ الدجاج المحشي أيضا على طريقة الشيف خالد. خليكم معنا. بنرحب فيكم مشاهدينا من جديد من مطعم تنورين، وبنرحب بالشيف خالد. اهلا وسهلا فيك شيف. اهلا وسهلا فيك شيف. شيف، بدايه عرفنا حالك شوي. شيف تنورين خالد بلادي، انا لي بهالمجال تقريبا 11 سنه، تعلمت من شغلات كثير، خبره يعني خبره اكثر شيء من التعليم والقرايه، بتعرف الطبيخ بحر ما بخلص الطبيخ، كل يوم جديد، كل يوم جديد. صحيح، كان في تقدم تتعلم شيء اكيد، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا، وطبعا اهم شيء النفس تكون طيبه بالاكل وهيك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب شو الاطباق اللي رح نعملها لليوم؟ رح نعمل اليوم ستيك عجل محشي اللي هو بيجي من ظهر العجل. ستيك عجل محشي بيجي من ظهر العجل. هذا الطبق الاول. والطبق الثاني نعمل فخاد دجاج محشي. محشي بالأرز المبهر، طبعا الرز 80% بيكون نسبه مش اكثر، عشان لما يستوي بالفرن ما يتبتش معك، ما يخبصش. طيب بالنسبه للبهارات والمكونات الثانيه اللي رح نكون بحاجه لها بالحلقه والمكونات لليوم، رح نكون البهار. رح نبلش اول بالفخاد المحشيه ولا بالعجل؟ نبلش بالعجل. تمام. طيب. شو المكونات اللي رح نحتاجها قبل ما نبلش عشان نعرف؟ اوكي. شو البهارات؟ رز مبهر، البهار مشكل هو معروف، يعني الورق غار واللومه وكل شيء، حب مفروم بيجي ناعم، وفلفل اسمر، مع ملح. وهذا اللي بنستعمله احنا اللي هو بابريكا حلوه. هاي بابريكا صوص. حلوه، بابريكا حلوه، صويا صوص وزيت وشويه مرقه. مرقه. جميل. هاي المكونات الاساسيه. صحيح. تمام، نبدا بالشغل. شو الخطوه الاولى؟ شوف خالد هلا نستك العجل. هلا يكون لهم مرحلة، هي مرحلة الأولى، هي الثانية، قطع هيك. هاي المرحلة الأولى من الستيك العجل المحشي. مثل ما شايفين قديش اللحمة بتتقطع بسهولة. يعني كمان لحمة طرية، يعني على إنها طرية. هسك ايش زي ما بيقولوها باللحمة العجل. هلا نجيب بسيط، لازم نركبها شوي، ندكها يعني شوي عشان تكون دكيكه، وتعرفي تلفيها نطبخها بالضبط، يعني ما ما تلف. ايوه بالاكل، عشان لما نلفها بسهوله، نلفيها بسهوله. اوكي، نجيب اهم شيء ورق الزبده، يعني عشان التصدير. في ناس بحكي لك عشان التصدير ممنوع وإشي زي هيك، ورق الزبده بضله. رشينا نحن هلا فلفل اسود وملح. وملح بدايه. اوكي، بنحط الرز. والرز منذكر انه هو كمان 80% 80% مستوى. نلف بهذه الطريقه، عن طريقه كثير سهله ما بتتعب. نعمل هيك. احنا بنلف فيها قاعدين بنشد. بنشد. طبعا في طريقه ثانيه لعمل هاي الطبق. هذا بس هي الطريقه المعتمده. ايوه، طبعا بتشدي هي بعدين بنسكرها كلياتها كامله. احنا هاي طريقه ثانيه، اللي بدوش يحط ورق زبده يعني ممكن انه فورا يعني على ما بيقدر ما يفش شيء. بيقدر ما يحط ورق زبده. البهار يعني اللي بتحط البهار انت حسب الرغبه. حسب الرغبه. طبعا تعرف في المطاعم لازم يكون الاكل دلع شوي، ما يكون مالح.
صح، والناس على حسب رغبتها ممكن انها هي تضيف تضيف الملح زي ما هي حابه. طيب هاي الخلطه نرجع نذكر بالمكونات تبعتها. بابريكا حلوه، بابريكا حلوه، وفلفل احمر حلو مطحون ناعم، زيت، زيت قلي، زيت قلي، صويا صوص، صويا صوص، ومرق مي عادي. جميل، ولازم تكون بالسماكه هاي مثل ما نحن ما تكون مركه كثير، بنروح كل المكونات. هاي السكه جنب حشيتها صارت جاهزه. اوكي نعمل الثالثة؟ ممكن مثل ما بتحب. جربي؟ بجرب. اوكي يلا نينا دقي. حمي ايدك. لا مش مشكلة حميها. دقي. طيب شو نقطة شوف خالد اللي ممكن انها توقع فيها السيدة إذا حبت تعمل هذا الطبق؟ هلا تمام هيك؟ لا دقي كمان هاي جاية. دقي. هلا اللي ممكن أن تكون كيف أخطاء أنها لازم إذا كان مرخي كيف ورق العنب بفلت بفلت كله يعني لا هي لا فيها ولا بطبخ فلازم هاي اهم خطوه انه نحن نشد عليها. هاي ورق البسطيل حط الخلطه هذه شويه بهارات ملح وفلفل اسمر اوكي الستيك هلا برضو كمان بهار رز نحط دينا. شويه رز لانه كمان بينفش كمان الرز كمان صح مع الطبيخ اكيد بده ياخذ حجمه وينفش يلا هيك كافيه اوكي كافي كافي يلا لف هاي الطريقه شده هلا على الجنب خذيهم على الجنب زي ورق العنب هيك مش فارق الف ورق عنب تبيها ورقه عنب كبيره لا ولا أسهل أصول واحد مع التعويض والممارسة بصير طبعاً طبق كتير زاكي هذا كتير كتير يعني مش شوي قديش مطلوب هذا الطبق شوف برمضان؟ إيش قديش مطلوب هذا الطبق برمضان؟ كتير يعني الناس كتير كتير يعني طيب هيك طبقنا قديش هيك بيكون جاهز هيك الستيك العجل جاهز لندخله قديش بده تقريبا بالفرن؟ بده ساعة ونص بالفرن على درجة حرارة 180 مئوية بنضيف عليه مي سخنة بتحطي عليه هذا هيك بتعبي بتحطي مرقة اللي هي مي يعني عادية أو بدك بتحبوا تحطي شوية ماجي برضه بصير يعني على المي أو ملح برضه بصير بتحطي بتسلفينيها بالقصدير 180 على ساعة ونص على درجة 180 درجة حرارة بيكون الطبق جاهز جاهز بنحط كمان طيب شو المقبلات والأطباق الجانبية والثانوية اللي ممكن تكون مرافقة لهذا الطبق؟ بتحطي رز أو بتحطوا لبن جنبه صحن لبن مطبوخ أو صحن بازيلا مع جزر أو صحن بازيلا بازيلا وجزر أيوه تمام طيب هيك طبقنا بيكون الأول جاهز نبدأ بالثاني شيف أوكي عندنا خاد خاد الدجاج المحشية طبعا برضو هاي أكلة بيعملوها بالبيوت كتير يعني مش شوي سهلة كتير وما بتاخد وقت وما بتغلب نفتح الخليه ممكن احنا بدل ما نفتح هيك ندقها ولا مش بديل؟ لانه اللي بدك تدق عليها هي كثير وهي مش مفتوحه بتكسر بتقطع لحالها مش زي الستيك دق عليها هيك شوي يعني بس شغل تبين هلا بالثانيه بدنا نشوف مهاره هبه بالدق تحضر نشوف فلازم الفخان الصينيه لما نحط فيها الفخان ندهنها من تحت من الصوص هذا ما يلزق عشان ظاهرة نفس البهار ملح ملح وجاج ملح وبهار فلفل اسود في ناس بتحط يعني مع الرز في بحاجة انه نحن نحط بتحط مكسرات بتحط ثوم حسب الرغبة بس احنا في المطاعم ما بنقدر نحط هذا الخراف لانه في ناس ما بتحب هالامور فبنعمل شيء ستاندر بنعمل شيء طابق طب بالنسبة للبهار الجاج يعني بحاجة انه نحن بهذا الطبق لبهار جاج او بنكتفي بالفلفل الاسود؟ نكتفي فيه بالفلفل الاسود هاي مرحلة هاي أول وحدة بس خليك تعملي كمان وحدة بس خلينا نعمل لك بطريقة ثانية هاي ممكن طبعا شو الطريقة الثانية ممكن طريقة ثانية نعملها؟ نفس الرول
نفس الستيك، بس ما بنلفه لا بقصدير ولا بنلفه بورق زبده. شوف شو الاخطاء اللي ممكن ست البيت ترتكبها وهي بتعمل اطباقنا، سواء الطبق الاول الفيليه ولا طبقنا الثاني. حكيت للاخت هبه انه على الستيك يعني لازم يكون مشدود، اهم شيء يكون مشدود، لانه اذا كان مش مشدود بفرط يعني بفلط. مع الفرن، مع حمل الفرن والضغط صح، ممكن انه طلعيها شوف صغير ما يفلط الفرن. صحيح، يعني هي شغله انه نلف كثير منيح واحنا لازم يعني تشد. نضغط واحنا قاعدين صحيح هسالف غاد. هاي طريقتين، في رول وفي طبق نحط عليها من الصوص، لازم ضروري نفس الصوص يعني. ضروري يعني نضيف عليها ايش نضيف عليها سمسم للزين يعني، وهيك طبق الفخاد دجاج محشيه بيكون جاهز. قديش بده تقريبا بالفرن؟ تحمير، تحمير 10 دقائق بالفرن، بس 10 دقائق بيكون جاهز تحمير هذا. بعد التحمير بنجيب مرقه بندير مرقه اللي هي مي مي او مي او ماجي بنديرهم، بس ما نعبي يعني شغل ابو كاستين مي حسب عرض الصينيه اللي نحن حطينا فيها. بنسلفينها بسلفان قصدير بنفوتها 40 دقيقه على الفرن، درجه 180 يعني تقريبا كمان من بين 50 دقيقه لساعه بيكون كمان صحيح. الطبق الثاني جاهز. صحيح، نحن هيك خلصنا الخطوات، ضل علينا بس ندخلهم بالفرن. شيف صحيح، يلا نروح ندخلهم بالفرن. يلا مشاهدينا، نحن رح ندخل اطباقنا بالفرن، رح نستنى ساعه ونستنى اطباقنا بعد ما تجهز، خليكم معنا. نكون هيك مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تجربوا أطباقنا على طريقة الشيف خالد، وبتمنى لكم إفطار شهي، رمضان كريم.